هنشوف مع بعض بعض الأمثلة القليلة. المسيح واحد مع الآب في إيه؟ أول واحد وحدة الكرامة. إنجيل يوحنا إصحاح 5 عدد 23: لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب، من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. واحد في العمل. إنجيل يوحنا 5:17: فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. طب هيقولوا بيعمل مستقلين، ده إلهين مختلفين عن بعض، كل واحد بيعمل باستقلالية. نلاقي في إنجيل يوحنا إصحاح 14 عدد 10: ألستم تؤمنون أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، ولكن الآب الحال فيا هو. يعني عندي الآب يعمل منذ الأزل إلى الأبد، والابن يسوع المسيح يعمل منذ الأزل إلى الأبد، والآب الحال في الابن هو اللي يعمل لأنه إله واحد. واحد في المعرفة المطلقة. يوحنا 8:19: فقال له: أين هو أبوك؟ أجاب يسوع: لستم تعرفونني أنا ولا أبي، لو عرفتموني لعرفت أبي أيضا، لأنه إله واحد. وأيضا يؤكد في إنجيل يوحنا 14:7: لو كنتم قد عرفتمونني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. وحدة الإيمان، بنؤمن بإله واحد. في إنجيل يوحنا 14:1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي. وحدة الرؤية، إنجيل يوحنا 14:9: قال له يسوع: أنا معك زمانا هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ وحدة الملكية، في إنجيل يوحنا 17:10: الملكية المطلقة على الخليقة والكون وكل شيء، كل ما هو لك فهو لي، وكل ما هو لي فهو لك، وكل ما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. وأيضا إنجيل يوحنا 16:15: كل ما للآب هو لي، لهذا قلت أنه يأخذ مما لي ويخبركم. وحدة السلطان المطلق، يوحنا 5:21: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. وحدة القدرة على الخلق، هو الخالق الوحيد. إنجيل يوحنا 1:3: كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيئا مما كان. إنجيل يوحنا 1:10: كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس 8:6: لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. وعلى فكرة التعبير ده مرة هنبقى نتكلم عنه، تعبير رائع، له وبه. رسالة معلمنا بولس الرسول لعبرانيين إصحاح 1:2-3 يقول: كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، خالق واحد، الإله الواحد، الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، إله خالق، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. وحدة إعطاء الحياة، هو المعطي الحياة، إله الواحد. إنجيل يوحنا 14:6: قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وأيضا في رسالة يوحنا الرسول الأولى 5:20: ونعلم إن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. إيه هو يسوع المسيح؟ مكانته إيه؟ هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، هو الحياة، واهب الحياة. وحدة مغفرة الخطايا، إنجيل متى إصحاح 9:2: وإذ مفلوج يقدمون إليه مطروحا على فراش، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا ابني، مغفورة لك خطاياك. وإذ قوم من الكتبة قالوا في أنفسهم: هذا يجدف. لما سمعوا الكلام ده فهموا ده تجديف، ادعاء إلهية، مش زي ما التانيين بيقولوا إنكار. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامش؟ لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته.
سفر أعمال الرسل إصحاح 20 عدد 28: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لتروا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. فهو اللي بيغفر الخطايا. هفترض زي ما قال أريوس إن هما إلهين، الآب أعلى في المكانة والابن إله أقل في المكانة. طيب مين فيهم؟ مين اللي هيغفر خطاياي؟ مش الابن هو اللي بيغفر الخطايا؟ طب خلاص يبقى نعبد الابن كفاية. الإخوة المسلمين بيقولوا الآب ده الله والابن ده هو واحد من الأنبياء. طيب إذا كان واحد من الأنبياء له سلطان مغفرة الخطايا، شكرا أنا مش عايز يبقى هتعب نفسي وتعبد لله ليه الآب من عندي نبي من الأنبياء أن أنا أتقرب إليه ويغفر الخطايا. لكن الآب والابن إله واحد. وحدة الدينونة والجزاء يوحنا 5:22: لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن. إنجيل يوحنا 8:16: وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق لأن لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. إنجيل متى 16:27: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. سفر الرؤيا 22:12: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية 14:10: وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نطيح. رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس 5:10: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. وبرضه أتوقف عند وحدة الدينونة. الديان لو هنقول إن هما الإلهين يبقى كده أنا أخلي بالي من اللي حيدني اللي حقف قدامه في اليوم المحاسبة هو المسيح، واضح. لكن لأنه إله واحد، حتى لو الأخوة المسلمين بالمبدأ إن هم بيقولوا المسيح الديان ده عبد الله ورسوله واحد من الأنبياء، طب خلي بالكم ده واحد من الأنبياء اللي انتوا بتقولوا عليه ده لا تقفوا قدامه وهو الجالس على العرش وهو اللي هيدينكم. هتعملوا إيه في الموقف ده لما تقف قدامه وتقولوا له أنكرناك؟ إنجيل يوحنا 11:4: فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. إنجيل يوحنا 17:5: الآن مجدنا أيها أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. رسالة بطرس الرسول الأولى إصحاح 4:11: إن كان يتكلم أحد فأقوال الله وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. مال يسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين. رسالة معلمنا يهوذا صح 1 بداية من عدد 21: احفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية، وارحموا البعض مميزين وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاسرين ويثبتكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. نقف أمام مجد المسيح الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان وإلى كل الظهور أمين. بيتكلم على رحمة يسوع المسيح الذي معطي هو الحياة الأبدية لكي نقف أمامه بلا عثرة، لأن المسيح هو الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وكل الدهور. وحدة اللا محدودية في إنجيل متى 18:20: لأنه حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة بإسمي فهناك أكون في وسطهم في أي مكان. إنجيل يوحنا 3:13: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. وحدة الأزلية الأبدية سفر دانيال إصحاح 7:13: كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة
سلطان سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. سفر ميخا صحاح 5 عدد 2: أما أنت يا بيت لحم إفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل. ده معناه نبي جديد؟ لا، مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل، ده الأزلي. إنجيل متى صحاح 28 عدد 20: وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. إنجيل يوحنا صحاح 1 عدد 15: كل ده يشهد أن المسيح واحد مع الله في الأزلية الأبدية في اللامحدودية. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا الذي قلت عنه، الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. يوحنا 8:58. قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. رسالة معلمنا بولس الرسول العبرانيين 13:8: يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. رؤيا يوحنا 1:8: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أيضا رؤيا 21:6: ثم قال لهم: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. وحدك تتكلم من خلال البشر، الآب يتكلم من خلال البشر، الابن يتكلم من خلال البشر، الروح القدس، لأنه إله واحد أمين. هنلاقي الكلام ده فين؟ إنجيل لوقا 21:15: لأني أنا أعطيكم فما وحكمة. مين اللي يعطينا؟ السيد المسيح هو اللي بيتكلم عن نفسه. لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. المتكلم هنا المسيح، وهو اللي بيقول منذ الآن وإلى الأبد، هو اللي يتكلم على فم أبنائه. لكن في إنجيل متى 10:19: فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم. الآب هو المتكلم. إنجيل مرقس صحاح 13 عدد 11: فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلموا ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تتكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وحدة الكيان. يقول لنا في إنجيل يوحنا صحاح 10 عدد 38: ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فأمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيه وأنا فيه. أيضا يوحنا 14:10: ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيه؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم من نفسي، لكن الآب الحال فيه هو يعمل الأعمال. إنجيل يوحنا 17:21: ليكون الجميع واحد كما أنك أنت أيها الآب فيه وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحد فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. إنجيل يوحنا صحاح 10 عدد 30: أنا والآب واحد. رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كلوسي صحاح 2 عدد 9: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. كل دي أنواع وحدة ما بين الآب والابن، فهي وحدة مطلقة في كل شيء: كرامة والمجد والمعرفة والسلطان والخلق والدينونة والعمل والرؤية، كل شيء واللامحدودية.